عم فكر كم مرة بهدلتها لأنها تأخرت، قصرتها موعد تسليم ما حدا بيقدر عليها. قد ايه انت مأذي وشايف حالك؟ خي شي مرة استحيت من حالك؟ عن جد عم بحكي، قلي قلي كيف بتحس انه انت مثلا إلك حق تعامل الناس هيك؟ بتذكر وقتها كنت بهدلها لما تفل قبل ما يخلص الدوام؟ كانت تكون رايحة لعند ابنها. ايه عادي. وقت بتفكر بهالقصة مثلا شو بتحس؟ ما بتحس بشي؟ كرم، لوين بدك توصل؟ لوين بدك توصل؟ تخيل انه ابنك مريض، ما انك عارف اذا رح يعيش او لا، وانت مضطر تترك المستشفى وتشتغل، ومديرك ينكد لك عيشتك ويحط راسه براسك كل الوقت. كرم كرم، حاجة تقسى علي أكثر من هيك لو سمحت. معك حق، أنا آسف. تمام، إذا عندك شي تقوله قوله. شو؟ في شي بدك تقول لي إياه أو لا؟ لأنه أنا حاسس إنه في شي لازم أفهمه.